عدنا مع حضراتكم مرة تانية وآخر تقرير في الفترة الأولى واللي بدأت مع حضراتكم من السابعة وملتقى المدرسة الشتوية للتراث الفني بالأقصر ورسالة الأقصر بصحبة وهو طبعا عبارة عن مهرجان تشكيلي ورسم لوحات فنية وحفر ونقش على الحجر، رسالة بصحبة الزملاء محمد أمين والمخرج مجدي بشندي. نشوف مع حضراتكم. مشاهدينا الكرام، يتواصل معكم اللقاء والآن مع الفنان إياد عرابي رئيس مؤسسة فن من الناس وللناس وقمصير عام هذا الملتقى المدرسة الشتوية. برحب بكم، كل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. هو احنا يعني ممكن ندي نبذة صغننة عن صغيرة كده عن المشروع. فهو المشروع يعني عبارة عن إن احنا بنعمل كل سنويا بنعمل عصف ذهني عن إيه المشاريع اللي بتدي تربط ما بين المجتمع وما بين الفنون. فبالتالي السنة اللي فاتت بتعملنا مشروع كان اسمه الإيكو آرت او الفن البيئي او فن البيئه يعني، وبنبتدي نعمل اعاده تدوير للخامات والمواد بحيث ان احنا بنعمل بيها منتجات فنيه بالتشارك مع المجتمع. فبالتالي السنه دي فكرنا ازاي نبتدي نربط بالحرف اللي موجوده، الحرف الشعبيه والتراث المصري الاصيل. فابتدينا نفكر ان احنا نبتدي نجيب ناس من المجالات، ناس اكاديميين ذو خلفيه اكاديميه من مجال التصوير ومجال الخزف والنحت ومجال النسيج، وابتدينا نشوف ازاي نبتدي نعمل حاله تشارك ما بينهم وحاله تفاعل بحيث ان احنا نبتدي نربط ما بين الحاله التراثيه الاصيله اللي بتبقى موجوده في فنون الحرف الناس الحرفيين او فنون الفطريه، ونبتدي نثقلها بالمعلومات او المعرفه الاكاديميه. فبالتالي جبنا مجموعات من كل المجالات اللي اشتغلنا فيها، وحصل يعني حاله تشارك جميله جدا من خلال المجالات، وكنا بنتناقش في يعني ايه المدخلات اللي ممكن تكون تنقص الاكاديميه الفنيه او تنقص المنظومه التعليميه الفنيه من خلال الفطره ومن خلال القصص والحواديت والتراث المصري القديم. وابتدينا نشوف ازاي نبتدي نعمل حاله تبادل ونسقل الفنانين الفطريين من خلال المعرفه الاكاديميه اللي بتبقى موجوده عند الفنانين الاكاديميين. مشاهدينا الكرام، بنرحب الآن بالفنان المصري الأصيل حسن الشرق، هذا الفنان الفطري الذي خرج من الأقصر إلى ربوع العالمية يشرف مصر ويعني يسعى إلى رفع سمعة مصر عاليا دائما في ربوع العالم. رحب بك فنان. أولا أهلا بكم وأهلا بالسادة العاملين في القناة المحببة إلى قلبي. وانا بقول احنا في مصر او الفنان الفرعوني في مصر، احنا في دياره او في بيته من 7000 سنة. احنا كفنانين حداثة بنقف ازلاء وبنشتري منه اللون، وهو عمل الاثار بتاعتنا المصرية من 7000 سنة. دي مش جديدة لا علينا على فنانين اليوم ولا على فناننا الفرعوني من 7000 سنة ولا على اعلامنا ومصريتنا الجميلة جدا اللي بتقول الحضارة. احنا مصر الحضارة بنت التاريخ اللي من 7000 سنة، ما هوش 400 و500، ونحن ابناء الفنان الفرعوني الصعيد. الحرف
الحفاظ على التراث المصري ياسمين، انا عارف انت طبعا ما شاء الله ياسمين من المانيا وبتتكلم عربي لبلب. ما شاء الله، اتعلمتي عربي هنا في مصر؟ لا، في بره في جامعه، ولكن شكل عمية. حريصه انك تتعلمي عربي؟ ها؟ ليه كنت حريصه انك تتعلمي؟ اللغه العربيه كفايه، انا فاهم. ياسمين قولي لي، التراث المصري الاصيل انت جيتي شفتيه ازاي في المشاركه في هذا الملتقى؟ وهنا في فنون كتير، في خزف، في نحت، في نسيج، في تصوير. شايفه الفن المصري عامل ازاي؟ الفن المصري ده مش خطه معينه، ده في كل حاجات، بشكل حديثي وشكل قديمي، في حاجات كتير. مثلا الباترن زي ما عملوا لويزا بالفنانين الاكاديميين من حضرتك لابساه. انا لابساه صح. ده كمان حاجه تراثي، ولكن بالشكل مختلف، عشان في حاجات من كل الحياه اليومية. الآن وصلنا إلى النحت وفن النحت. الفنان المشارك في هذا الملتقى والوحيد في هذا الملتقى في مجال فن النحت، الفنان محمد إبراهيم، الفنان الفطري المصري الأصيل. برحب بك. أهلا وسهلا بك. كل سنة وانت طيب. وانت طيب حضرتك. النهاردة حضرتك الفنان الوحيد المشارك في فن النحت في هذا الملتقى كله، يعني. تمام. أنا النهاردة يعني مبسوط وسعيد جدا إن أنا شاركت في السمبوزيوم ده، وتعلمت يعني ان انا ايه تعلمت طبعا من الجامعه الاكاديميه حاجات كتير جدا، وفهمت منهم حاجات كتير فادتني. وزي ما انت شايف كده ان انا ايه استخدمت مثلا اساليب ومدارس علميه يعني شويه في النحت يعني. لا ما شاء الله، الفنان محمد ابراهيم، يمكن احنا دلوقتي موجودين في الاقصر وفي يعني رحاب الفن الفرعوني المصري الاصيل الذي طبعا يعني يلتزم بالاساس هو النحت، فأنت تعتبر من أحفاد الفراعنة. أنا بنحت يعني طبعا النحت طلعنا والإناء وكده يعني، وأنا بنحت من زمان. النحت على الحجر بيبقى طبعا مختلف تماما عن النحت على أي خامة أخرى. تمام. صحيح. إيه هي بقى حرفيتك وسر النحت على الحجر؟ الحجر طبعا زي ما أنت عارف إن هو خامة صلبة وصمة. وقاسية. قاسية، ولازم بيكون الحسابات فيها طبعا مدروسة جدا، علشان في أي وقت ممكن ما يعني اللي بيروح ما بيرجعش فيها. تمام. الغلطة بورطة زي ما بيقول. تمام. بس ما شاء الله عليك، يعني أنا شايف حتى يعني في مدرسة مثلا التكعيبية. ما بين التكعيب والتجريد. ما بين التكعيب والتجريد. تمام. ودي حتى من القطعة دي يعني يعتبر المدرسة الكلاسيكية شوية. تمام. او الرجوع للكلاسيكية. والكلاسيكية هي اساس الفنون. تمام. تمام. والتالتة، القطعة الثالثة. القطعة الثالثة دي زي ما انت شايف فيها اللي هي التكابية مع التعبيرية نسبيا يعني. المدرسة الشتوية لمصنع التصميم، وبنحب نرحب بكم لتواجدكم معنا. We are super glad that everybody is really joining us tonight and sharing our experience with us.